بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحط رحلنا عند خاطرة سباعية جديدة من خواطر أستاذنا الدكتور مصطفى السباعي عليه من الله شهابيب الرحمة والرضوان. عنوانها: ما هو الفقه؟ نصها قال: الفقه أن تفقه عن الله شرعا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وعن صحابته سيرتهم وسلوكهم. يعني كأنه رأى إنسان شيخ يعلم بالأحكام ولا يطبقها، فألهمه الله عز وجل هذه الخاطرة. الفقه أن تفقه عن الله شرعا. ربنا العالمين ماذا قال؟ يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الكتاب ما هو؟ القرآن. فالمصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي هو القرآن الكريم. فأن تفقه عن الله الشرع من خلال القرآن. طيب، السنة ما وظيفتها؟ قال: لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا السنة تبين القرآن، توضح، تخصص العام، تقيد المطلق. يعني رب العالمين قال: وأقيموا الصلاة. طيب، ما هي أركان الصلاة؟ بينتها السنة. قال الله عز وجل: قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما هي أركان الحج؟ ما هي واجبات الحج؟ ما هي سنن الحج؟ نجد ذلك أكثره أو أكثره في السنة النبوية الشريفة. قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. إذا أن تفقى عن الله شرعا وأن تلتزم أيضا هذا الشرع وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا ويزكيهم ويزكيهم. النبي عليه الصلاة والسلام عالم، أول شيء رسول ونبي وعالم ومربي وعالم. قد تجد إنسان اليوم عالم لكن ليس مربيا، وقد تجد مربيا وليس بعالم، كلاهما يعني في عنده خلل. أما أن يكون عالما ومربيا فهذا الكمال، وسيد العلماء وسيد الأتقياء وسيد المربين هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك رب العالمين قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ضمير على من يعود أو على ماذا يعود؟ على النفس. قد أفلح من زكى هذه النفس. من الذي زكى نفوس الصحابة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يزكيهم، يربيهم، يعلمهم، خلصهم من الأشياء التي لا تليق. لذلك لما عير سيدنا أبو ذر رجلا، يعني بلال الحبشي، بسواده، قال له: يا ابن السوداء. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام له؟ عيرته بأمه؟ تعيره بأمه؟ يا ابن السوداء، يعني أمك سوداء لونها أسود، أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. طبعا هذا لا ينقص من قدر سيدنا أبو ذر، تربى أبو ذر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم له موقع مربي. لذلك عندما تخلف عن غزوة تبوك ثم جاء بعد ذلك واستدرك، قال: كن أبا ذر، يعني شك النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أبو ذر، فكان أبا ذر. فقال من بعيد: رحم الله أبا ذر، يأتي وحده ويموت وحده ويبعث أمة وحده. فسيدنا أبو ذر مقامه عالي وعالي كثير، لكن هذا لا يعني أنه بعد أن دخل في الإسلام أي واحد منا يكون في عنده بقايا فيتعلم، فهذا يدخل من باب التزكية، يعني يتعلم أن يربي، يعني أن يصحح في هذه النفس أشياء. فمن الذي ربى نفوس الصحابة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الفقه أن تفقى عن الله شرعا، والفقه أن تفقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مو مثل ما قال هذا الفايت بالحيط، شو اسمه؟ هذا شحرور وغيره وناس في مصر قالوا هذا الكلام، وهذا شو اسمه الدخيل، هذا الدخيل
هذا العلماني اللي بيعمل بيعمل مقابلات، قال انما بعثت لاتمم مكتبك الدخيل. مات على فكره من كم يوم. تركي الدخيل قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فهذه الاخلاق تممها النبي عليه الصلاه والسلام، ما النبي قال، تممها محمد عن سيدنا ابراهيم، ونحن نتمم ما نقص الان عن محمد. شو ما بدي اقول لك شو هالكلام معناته. فلا، الاخلاق منظومه نزلت من السماء على الانبياء، ادم، نوح، ابراهيم، اسحاق، اسماعيل، يعقوب، يوسف، موسى، عيسى، محمد عليه عليهم جميعا افضل الصلاه والسلام. فما جاء به ابراهيم وما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام، لكن عندما طال العهد بين ابراهيم والنبي عليه الصلاه والسلام يعني ضاعت كثير من هذه الاخلاق، فجاء ليتممها النبي عليه الصلاه والسلام. لا الدين ناقص، هذا الكلام لا يقوله الا مخبول. وهذا اللي قاله محمد شحرور. محمد شحرور شو قال؟ كل 50 سنة ياتي نبي ليصحح نبوة اللي قبله، وانا جئت لاصحح نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، حتى ما قال عليه الصلاة والسلام. ما انه بتسمعوا محمد شحرور؟ تسمعوا محمد شحرور؟ هذا واحد مخبول يعني عاش بالامارات، انا تبعت تاريخه، ملحد يعني، ملحد 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 بكل معنى الكلمه، اصلا طلع على حساب الحزب الشيوعي ليكمل دراسته بموسكو. وراح لهنيك ورسب وما نجح، وما نجح في كل شيء في حياته، حتى في حياته الزوجيه، حتى بحياته الزوجيه افضل. و استغفر الله، في عنده كلام حتى اكثر من كلمه كفر يعني، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، بيقول المراه الى 3 جيوب، شق الصدر وشق الفرج وشق فتحه الشرج، احفرجيكم مستواه يعني. فهذه التي يجب ان تستر، وعلى سبيل الندب كمان، وعلى سبيل الندب صبر. فعامل حاله نبي بعد النبي عليه الصلاه والسلام، ده عنده دوال وبيلمعوه مثل ما بيلمعوا الصباط، بيلمعوه مثل ما بيلمعوا الصباط، واسمه محمد كمان، واسمه محمد. نسال الله عز وجل العفو والعافيه. ساكن دام جامع الكويتي، قريب من جامع الكويتي كان بالشام، بس كمل حياته كلها في الامارات والعياذ بالله. فاذا النبي عليه الصلاه والسلام لما قال انما بعثت ليتمم مكارم الاخلاق، الاخلاق التي انزلها الله على كل الانبياء، وضاعت مع تقادم الايام، يعني اضاعها الناس، فانا اعود فاتممها. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه، وعن صحابته سيرتهم وسلوكهم. هذول الصحابه على مائده من تربوا؟ النبي عليه الصلاه والسلام. كان يقول الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه، هنا مائده محمد صلى الله عليه وسلم. هذا امير المنابر، فارس المنابر الشيخ عبد الحميد كشك، شو هنا مدرسه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذول تخرجوا من مدرسه النبي عليه الصلاه والسلام. اذا عما ناخذ؟ عن الدائره الاولى. لذلك قال الله عز وجل محمد رسول الله، وبعدين رسم دائرة اللي حول النبي، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. بعدين شو قال رب العالمين في بيعة الرضوان؟ لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. وأيضا في فضل الصحابة، الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. إذا نحن لما بدنا ناخذ يعني الأخلاق والفقه كله، الفقه والأخلاق منين ناخذه؟ بعد رب العالمين بما أنزل في القرآن، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه وحيا غير متلوب. إيه عندنا ناخذ الدائرة من تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام، تلاميذة محمد عليه الصلاة والسلام. حعيدها واختم. الفقه أن تفقه عن الله شرعا، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا، وعن صحابته سيرتهم وسلوكهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.